اشكره. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ربنا يبارك في حضرتك يا رب. وياك يا رب. بعد إذن حضرتك، كنت سامعة فتوى لحضرتك دلوقتي بخصوص اللي عايز يسد من الزكاة لدين، هو مش من الغارمين دول من أوجه ال أي سلم الغارم المال في يده. يعني أنت تسلمي، افرضي إن أنا مدين لك وحل وقت الزكاة عليك، الزكاة دي من حقي، قد أحتاج إلى الأكل، قد أكون أنا وأولادي في حاجة إلى الطعام والشراب، وأنت تلزميني بسداد الدين بما يعود عليك أنت من المصلحة. طب أنا بستأذن حضرتك، لو أنا ماليش أي مصلحة ولا لي علاقة بالصيدلية، ما لك دخل بالفقير. بس عفوا عفوا، أنت تعملي لصالح الصيدلية الآن. الفقير يا أختي الكريمة قد يكون في حاجة لسداد الدين، وقد يكون في حاجة أمس إلى الأكل والشرب. طب لو كان هو اللي بلغنا، يعني الوسيط اللي ما بينه وبين هذا الشخص، سلمي الرجل الفلوس في يده الفقير، هو أحق بها، في أموالهم حق معلوم، حق معلوم للسائل والمحروم، لابد من تمكين الفقير من حقه. طب لو كنت أنا عملت كده ومرات خلاص كنت جاهلة عفى الله عما سلف.